والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. توقفنا في اللقاء السابق عند كلام المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، عن مراتب الإسناد، فذكر الرتبة العليا ومثل لها بالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وذكر بعد ذلك الرتبة التي تليها ثم الرتبة التي تليها وهكذا. وهناك قصة طريفة في هذا الموضوع، أنه التقى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه مع الأوزاعي، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، التقوا بمكة في دار يقال لها دار الحناطين. فسأل الأوزاعي أبا حنيفة: لماذا لا ترفعون أيديكم في الصلاة عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من الركوع؟ فقال له: لأنه لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء. فقال له: كيف هذا وقد روينا عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه، إسناد اللي معانا ده اللي ذكره الحافظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا افتتح الصلاة وعند الركوع. ده مين اللي بيقول؟ ده الأوزاعي بيقول لأبي أبو حنيفة: إحنا روينا عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع. فقال له أبو حنيفة: بصوا بقى للإسناد الثالث رقم ثلاثة. قال له: أنا رويت عن أو روينا عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إلا عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود في شيء من ذلك، يعني كان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط. فالأوزاعي بيقول له إيه: أقول لك الزهري عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وتقول لي حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة والأسود عن ابن مسعود؟ ففي رأي الأوزاعي أن هذا الإسناد أعلى من هذا الإسناد، فبماذا أجاب الإمام أبو حنيفة عليه؟ قال له: حماد كان أفقه من الزهري، يعني لو جينا بقى للفقه حماد أفقه من الزهري. الزهري كان تخصصه في الحديث فقط، في روايات الحديث في الرواية، لكن حماد كان راويا وكان فقيها. وإبراهيم النخعي أفقه من سالم بن عبد الله بن عمر. وعلقمة والأسود ليس بدون ابن عمر، يعني علقمة والأسود الاثنين مش أقل من عبد الله بن عمر، هو الفرق بينهم بس الصحبة، إن عبد الله بن عمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الفقه هما الاثنين سواء. وعبد الله بن مسعود هو من هو؟ هو عبد الله بن مسعود، لا يتنازع اثنان في
علمه وفقهه وجلالته وتقدمه، حتى طبعا عن ابن عمر. فسكت الأوزاعي. فهنا الإمام أبو حنيفة رجح الرواية بأن هؤلاء الرواة أفقه من هؤلاء. فالأئمة بيتنازعوا في هذا الأمر، منهم من يقدم الأفقه، وهذا مذهب الفقهاء غالبا، ومنهم من يقدم المشهور بالرواية، وهذا مذهب المحدثين. طبعا احنا توقفنا بقى عند قول الحافظ فما اتفق عليه ارجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. هنبتدي بقى من قوله: وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. جمهور العلماء على تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، فمن ناحية الصحة فقط، من ناحية الصحة. وطبعا ده مختص بإيه؟ مختص بالمتصل، الحديث المتصل. طبعا البخاري فيه معلقات والتراجم اللي بيذكرها في بداية الباب، طبعا هذه ليست داخلة في هذا الأمر، لكن المقصود بتقديم البخاري الأحاديث المتصلة الموجودة في البخاري. فهذه من حيث الصحة البخاري لا يقدم عليه أحد. ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه، فكأن الحافظ عايز يقول إيه بعد كده؟ لا، هو في ناس قالوا عكس الكلام ده، في ناس قدموا صحيح مسلم. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري ده شيخ الحاكم، الحاكم صاحب كتاب المستدرك، فأبو علي النيسابوري ده شيخ الحاكم، أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. يعني أبو علي النيسابوري كان يقدم صحيح مسلم على غيره من الكتب، فلم يصرح بكونه أصح من البخاري. ده الحافظ بقى إيه؟ ده كلام الحافظ بيقول إن أبو علي النيسابوري لم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه اللي هو أبو علي النيسابوري إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة يمتاز بتلك الزيادة عليه، ولم ينفي المساواة. يعني الحافظ عايز يقول إيه؟ إن أبو علي النيسابوري قال إن ما فيش كتاب أصح من مسلم، مش معنى ده إن ما فيش كتاب مساوي ليه. لما يبقى البخاري ومسلم في مرتبة واحدة فيبقى ما فيش حاجة فوق مسلم، فهو بيقول لا يوجد كتاب أصح من كتاب مسلم، فهذا لا ينفي أن البخاري على الأقل يكون مساويا لصحيح مسلم، ما قالش إن ما فيش حاجة مساوية لي. طبعا هذا يستقيم من ناحية اللغة، من ناحية اللغة. فمثلا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر.
فأصدق هنا إيه؟ أفعل تفضيل إيه؟ فهل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن أبا ذر أصدق من أبي بكر مثلا؟ لا يعني هذا، ومع أن أصدق هنا أفعل تفضيل إيه؟ يعني ما فيش حد أصدق من أبي ذر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقصد قطعا أنه أصدق من أبي بكر، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية العرف فنفي الأرجحية يستلزم نفي المساواة، من ناحية بقى العرف مش من ناحية اللغة. لو هنتكلم من ناحية العرف لا، يبقى إيه؟ هذا يستلزم نفي المساواة فعلا. يعني معنى كده إن على كلام أبي علي النيسابوري لا، يبقى مسلم أفضل من البخاري. فمثلا ما روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحسن منه صلى الله عليه وسلم قط. ما رأيت أحسن منه، يبقى أحسن هنا برضو إيه؟ اسم تفضيل، فعل صيغة أفعل التي تقتضي التفضيل. فطبعا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الكائنات، ولا يوجد أيضا من يساوي في العرف العام. ما رأيت أحسن منه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات. طيب يبقى فيه برضو يعني ما فيش أحسن منه، طب فيه يساويه؟ لا برضو ما فيش حد يساويه. يبقى هنفرق ما بين اللغة وما بين العرف. يبقى على كلام أو على كلام اللغويين يبقى إيه؟ مسلم يساوي البخاري على كلام أبي علي النيسابوري. لكن في العرف لا، أبو علي لو مشينا كلام أبو علي النيسابوري على حساب العرف أو على مقتضى العرف لا، يبقى كلام أبو علي النيسابوري يقصد به إن مسلم أفضل من البخاري. طيب تفضيل العلماء للصحيح البخاري على صحيح مسلم هذا من باب الإجمال، يعني كل صحيح البخاري مقدم على كل صحيح مسلم. يعني الكلام ده يعني ممكن يبقى حديث في صحيح مسلم حديث أصح من حديث في البخاري، من ناحية الأفراد. حديث لو خدنا حديث كده لوحده ممكن أحاديث في مسلم تبقى أصح من أحاديث في البخاري، لكن في المجمل الأحاديث اللي في البخاري صحيح البخاري كله أصح من صحيح مسلم كله. واضحة النقطة دي؟ طيب أبو علي النيسابوري بعض العلماء حاول يوجد مخرج، يعني لو هنقول بقى أنه هو بيقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، فبعض العلماء حاول يجدوا إيه مخرج للإيه للكلام ده. قال لك أنه هو ما كانش يقصد ان هو اصح من حيث يعني ايه الصحة. طب قال لك يقصد ايه؟ قال لك من ناحية الترتيب والسياق، من ناحية الترتيب والسياق مسلم افضل من البخاري. ليه؟
قال لك لأن مسلم، وكمان مسلم كان أدق في الألفاظ ناحية الدقة في الألفاظ، قال لك لأن الإمام مسلم صنف كتابه وهو جالس في بلده نيسابور، وشيوخه اللي سمع منهم كلهم موجودين، بعكس الإمام البخاري. الإمام البخاري حتى هو بيقول عن نفسه ربما أخذت الحديث بالبصرة وكتبته بالشام، أو أخذته بالشام وكتبته بالبصرة. فكان الحافظ أو الإمام البخاري يعتمد على حفظه أكثر، وكتب الأحاديث التي أودعها في صحيح البخاري أغلبها وهو مش قاعد في بلده، مش وسط شيوخه اللي سمع منه، بعكس الحافظ الإمام مسلم. الإمام مسلم كان يصنف صحيحه وهو جالس كما قلنا في بلده، وحوله مشايخه الذين سمع منهم، فكان يتحرى الدقة في الألفاظ أكثر من الإمام مسلم، أكثر من الإمام البخاري. وبعض العلماء يقولوا إيه، حتى عملوا لها كده بيت شعر لطيف يقول إيه: تشاجر قوم في البخاري ومسلم. يعني إيه؟ الناس اتخانقت في البخاري ومسلم، مين اللي نقدمه فيهم؟ تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أين ذي، أي ذين نقدم، أو أي ذين تقدم. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذين تقدم، هتقدم من فيهم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم من حيث الصنعة والترتيب والتهذيب وتحري الدقة في الألفاظ، مسلم يقدم على البخاري، لكن من حيث الصحة البخاري مقدم على مسلم. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري. بعض المغاربة زي ابن حزم نقل أو قيل عنه أنه قد كان يقدم مسلم على البخاري، وأيضا مسلمة بن قاسم قال في كتاب الصلة أنه لم يصنع أحد مثل صحيح مسلم، صحيح مسلم لم يصنع أحد مثله، ده مسلمة ابن قاسم في كتابه الصلة. وهذا أيضا مسلمة بن قاسم القرطبي. فمسلمة وابن حزم من المغاربة. وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية. ولو أفصحوا به، يعني لو حد منهم قال إن هو للبخاري أصح من مسلم، لرده عليهم شاهد الوجود، الأحاديث اللي موجودة قدامنا هي تقول مين اللي أصح، البخاري ولا مسلم. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد،
يعني صفات الرواه التي كان يشترطها البخاري كانت اقوى من الشروط التي كان يضعها مسلم في الرواه، وهيقول هيبين الكلام ده. اما رجحانه اللي هو صحيح البخاري من حيث الاتصال، اتصال ايه؟ السند. فلاشتراطه اي البخاري ان يكون الراوي قد ثبت له لقاؤه، قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الإمام البخاري لما يجي يروي عن واحد لازم هذا الراوي يكون قد ثبت أنه التقى بشيخه ولو مرة واحدة في العمر، يكون شافه كده وأخذ عنه حدثه بأحاديث حتى ولو مرة واحدة. الإمام مسلم بيقول مش شرط إن هو يعني يكون ثبت إن هو إيه التقى بيه، ده يكفي إن هما الاتنين يكونوا موجودين في زمن واحد، يكفي إن الاتنين يبقوا موجودين في زمن واحد. يعني ده عايش من سنة 300 لسنة 400، وده برضو عايش مثلا من سنة 300 إلى 380 مثلا، فيبقى الاثنين عايشين في زمن واحد. مسلم بيقول ده كفاية. ليه كفاية؟ قال لأن هذا الراوي ثقة، والثقة لا يكذب، وهما الاثنين موجودين في زمن واحد، يعني ممكن يكونوا شافوا بعض والتقوا ببعض وأخذ هذا عن هذا. البخاري بيقول لك لا، لازم يكون ثبت ان هو شافه واخد عنه. والزم البخاري، مين بقى اللي الزم البخاري؟ مسلم، بانه يحتاج الا يقبل العنعنة اصلا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتجد في احاديث في البخاري الراوي يقول عن فلان عن شيخه لا يبقى، لا نعم لا يبقى، يعني في صحيح البخاري بيقول عن 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 موجود موجود. فمسلم بيقول له طب لو هو ثبت ان هو التقى بيه وهو اخذ عنه مباشره، ما يقولش عن، يقول ايه؟ حدثنا او سمعت او سمعنا، فما يقولش عن اذا كان هو شافه وحدثه والتقى بيه، هيقول عن ليه؟ فيقول حدثنا مثلا. وما ألزمه به ليس بلازم، يعني اللي ألزمه به مسلم ده مش لازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع. إذا كان هو شافه مرة فما فيش احتمال إن هو ما يكونش سمع منه، واضحة؟ إذا كان هو شافه مرة واحدة فبيبقى ما فيش احتمال إن هو ما سمعش منه. ولأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. إذا كان هو يعني التقى به وشافه وبعد كده قال حدث بحديث، وهذا الحديث لم يسمعه من هذا الشيخ، يبقى هو في الحالة دي مدلس، والبخاري ما فيش مدلسين، يبقى الموضوع ده مش معانا هنا. والمسألة مفروضة في غير المدلس، لأن هو لو مدلس مش هيبقى ثقة ومش هيبقى موجود في صحيح البخاري، مش حاروي له في الصحيح إذا كان مدلس. طب ما احنا هنقول برضو
بالنسبة للإمام مسلم، إذا هو الراوي عاصر شيخه حتى وإن لم يثبت أنه التقى به، طيب ما هي نفس القصة، لأن الراوي إذا كان حدث عن شيخه وهو لم يلتقي به أو لم يسمع منه، طب ما هو برضه هيبقى مدلس في إيه؟ في صحيح مسلم. وهنا برضه إحنا الكلام مش في المدلسين، لأن إيه؟ لا يعني يتخيل أن مسلما رحمه الله تعالى يروي عن أحد يوصف بالتدليس، أو يذكر في كتابه أحدا يوصف بالتدليس، يبقى هي نفس القصة بتاعة البخاري. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، طبعا في بعض العلماء قال لك إيه، إن اكتفاء مسلم بمطلق المعاصرة برضو إن هذا لا يسلم من الإرسال الخفي. الإرسال الخفي اللي هو واحد بيحدث عن واحد عاصره ولم يلقه، فإحنا قلنا برضو إن الكلام ده مش داخل معانا هنا. ليه؟ لأن كل الرواة أو معظم الرواة في الذين روى عنهم مسلم إنما هم ثقات عدول لا يدلسون، يبقى الكلام ده برضو إيه؟ فيه نظر. وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، رجحان البخاري يعني، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. الإمام البخاري انفرد عن مسلم برواية أو بعدد من الرواة حوالي 433 راوي. هؤلاء الرواة موجودين في البخاري ومش موجودين في مسلم. اللي تكلم فيهم العلماء من هؤلاء 80 راوي، يعني ايه؟ بعضهم قال لا ده مش ثقة قوي، لا ده فيه كلام قليل قوي يضعف بعض هؤلاء. فيبقى البخاري انفرد ب 433 راوي عن مسلم، اللي اتكلم فيهم العلماء منهم 80. تيجي بقى المسلم تلاقيه انفرد ب 620 راوي عن البخاري، العلماء تكلموا فيهم في هؤلاء في 620 دول في 120 أو 160 راوي تكلم فيهم العلماء في الرواة في مسلم. يبقى إذن الرواة الذين تكلم فيهم العلماء في مسلم ضعف الرواة الذين تكلم فيهم العلماء في صحيح البخاري. فيبقى إيه؟ الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. ده مش أكثر بس، ده الضعف، بلغ الضعف، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم. دي أول نقطة. يعني 80 اللي تكلموا فيهم العلماء دول هتلاقي أحاديثهم في البخاري قليلة قليلة. البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. يبقى دي النقطة الثانية، بخلاف مسلم في الأمرين.
الأمرين اللي هما إيه؟ أول حاجة إن البخاري لم يكسر من إخراج حديثه. الأمر الثاني إن غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم. يعني العلماء 80 واحد اللي اتكلم فيهم العلماء دول أكثرهم من شيوخ البخاري. يعني إيه شيوخ البخاري؟ يعني هو كان ملازم ليهم وشايفهم وعارفهم، مش مثلا شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، لا ده هو شيخه هو، فيبقى هو أدرى الناس بيه، أدرى الناس بشيخه. مسلم بقى لا، المية وستين اللي تكلم فيهم العلماء أكثرهم مش شيوخه، وبالتالي هو ما كانش في بينه وبينهم اختلاط بحيث ان هو يكون مطلعا على احوالهم. النقطة الثانية ان مسلم اكثر من اخراج الاحاديث التي فيها هؤلاء الرواة الذين تكلم فيه. ده كلام للحافظ ابن حجر بخلاف مسلم في الامرين. طبعا هو الإمام مسلم لما كان بيورد هذه الأحاديث لهؤلاء الذين تكلم فيهم كان غالبا ما يوردها في الشواهد والمتابعات، ما يوردهاش في أصل الباب. واضحة النقطة دي؟ يعني الإمام مسلم يأتي في كتاب مثلا ككتاب الإيمان يذكر في البداية، في بداية الكتاب أو في بداية الباب أحاديث، ويأتي في نهاية الباب ببعض الشواهد والمتابعات، فيبقى الأحاديث اللي ذكرها في الأول تختلف عن الأحاديث التي ذكرها في الشواهد والمتابعات. فمسلم لم يكن يورد أحدا من الرواة الذين تكلم فيهم في أول الباب أو في أول الكتاب في الأحاديث الأصول، بل يورد هؤلاء الرواة في الأحاديث الواردة في الشواهد والمتابعات. واضحة؟ وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم. فقالوا إن البخاري انتقدوا عليه 78 حديثا، ومسلم انتقدوا عليه 100 حديث، يبقى مين اللي أكتر؟ مسلم. فمن انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا مما انتقد على مسلم. طيب، هذا مع اتفاق العلماء، وبرضو إيه ما زال الحافظ ابن حجر يدلل على تقدم البخاري على مسلم، مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، كان أعلم من مسلم في سائر العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وكان في الصناعة الحديثية أعلم من مسلم، وأن مسلما تلميذه، يبقى البخاري أستاذ مسلم ومسلم تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. يعني مسلم قعد فترة طويلة من الزمن ملازم للإمام البخاري
يتتلمذ على يديه ويستفيد من علومه وتخرج به حتى صنف كتابه صحيح مسلم. حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. يعني لولا الإمام البخاري ما كانش ما كناش سمعنا عن الإمام مسلم ده خالص، أو ما كانش حيصل إلى هذه المنزلة العظيمة التي وصل إليها. ونقل حتى عن بعض الصالحين بقى، يعني دي بقى حتى ملهاش دعوة بالناحية الحديثية، وده قاله الإمام ابن أبي جمرة، قال إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا وذهبت هذه الشدة، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة أو على حتى مستوى الدول كمان. إذا مر الإنسان بهم أو بضائقة أو بشدة يقرأ صحيح البخاري، ربنا يفرج هذا الهم. وما وجد في مركب في البحر وغرقت، يعني ما فيش كده ناس كانوا مسافرين في مركب في البحر وكان معهم صحيح البخاري والمركب ده غرق أبدا. فصحيح البخاري ده فيه بركة. وكان الحافظ الإمام البخاري رضي الله عنه كان لا يودع حديثا من أحاديثه في الصحيح إلا إذا توضأ واغتسل وصلى ركعتين، ثم يكتب هذا الحديث في مصنفه. فالحاصل أن صحيح البخاري ده بالإضافة إلى أنه يجمع صحيح كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أصح الكتب، بالإضافة إلى هذا فهو كتاب مبارك، اتفق العلماء على ذلك شرقا وغربا قديما وحديثا. ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. طب هيجي واحد يقول لي مثلا: طب ما الإمام الشافعي رضي الله عنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك. سيدنا الإمام الشافعي بيقول ما فيش كتاب على وجه الأرض أصوب من كتاب الإمام مالك، فيبقى يمشي ده إزاي مع الكلام ده؟ الإمام الشافعي قال الكلام ده إمتى؟ قبل أن يوجد صحيح البخاري وصحيح مسلم. الإمام الشافعي ولد 150 وتوفي 204، قبل الإمام البخاري وقبل الإمام مسلم. فساعتها ما كانش فيه لا البخاري ولا مسلم، كان اللي موجود إيه؟ الموطأ. وإحنا قلنا برضو قبل كده لو حد يذكر إن لولا البلاغات والمراسيل اللي في موطأ مالك كان أصبح موطأ مالك ده أصح الكتب. يعني لولا إن في الحديث المرسل فيه أحاديث مرسلة وأحاديث بلاغات من الإمام مالك لكان هذا الكتاب أفضل من صحيح البخاري ومسلم. طبعا عدد الأحاديث في صحيح البخاري 7397 مجمل الأحاديث، جميعها 7397 حديث بدون المكرر. لو شلنا حذفنا المكرر منها هنلاقيها 2513 حديث. طبعا الإمام البخاري كان يكرر الحديث في أكثر من موضع، وهذا من فقهه رضي الله عنه،
حتى أنه كان يقطع الحديث في أكثر من مكان، يذكر جزء منه في الباب الفلاني وجزء وبقيته في الباب الفلاني، وذلك لإيه؟ لأنه يرى أن هذا الحديث أو هذا الجزء يوافق هذا الباب. وحتى إن بعض العلماء كان يصنف المصنفات، زي مثلا ابن جماعة ألف كتابا في أبواب البخاري، بس الأبواب بتاعته، عناوين الأبواب، هو ليه ذكر الباب ده هنا، وإيه معنى الباب ده، وإيه مناسبة إن هو يذكر في هذا الباب الحديث الفلاني. يعني أنت لما تجد لأول وهلة تنظر كده في بعض الأبواب وترى الأحاديث التي تحت هذا الباب، تقول إيش هذا؟ ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ وهذا كثير في البخاري. فالعلماء صنفوا كتبا في أبواب البخاري، الأبواب بس، طبعا إيه؟ مش الأحاديث، لا، ده الأبواب فقط. طبعا الإمام مسلم، إحنا لو حذفنا المكرر بتاعه هنلاقي الأحاديث تبلغ حوالي 3000 حديث وثلاثة وثلاثون بدون المكرر. ثم صحيح مسلم، يعني يأتي بعده في المرتبة لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. اللي علل ده اللي احنا قلنا حوالي كام؟ حوالي 100 حديث. الحديث التي انتقدت على مسلم حوالي 100 حديث، فهذه الأحاديث غير داخلة فيما تلقته الأمة والعلماء بالقبول. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافق شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. يعني البخاري ومسلم اتفقوا على إخراج حديث معين بسند معين، هذا السند ممكن مصنف آخر كالحاكم وكابن حبان وابن خزيمة وغيرهم يروي حديثا، هذا الحديث إسناده تجد هذا الإسناد بعينه موجود في البخاري أو مسلم أو في الاثنين مع بعض. واضح النقطة دي؟ ابن حبان مثلا يأتي، أو الحاكم في المستدرك يأتي بحديث، إسناد هذا الحديث موجود يا إما في البخاري أو في مسلم أو في الاثنين مع بعض. ساعتها نقول إيه؟ هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما. وكثير من الأحاديث التي في مستدرك الحاكم بعدما يذكر الحاكم أو يروي الحاكم الحديث يقول وهذا على شرطهما، أو هذا على شرط البخاري، أو هذا على شرط مسلم. وطبعا جه الحافظ الذهبي بقى يعلق على الكلام ده، على كلام الحاكم، إن هذا مثلا الحديث على شرط البخاري ومسلم، يقول له لا، ده الحديث ده على شرط البخاري بس، السند ده مش موجود في مسلم. واضحة؟ يبقى إيه؟ هنقسم
الأحاديث من حيث الأصحية، فحنقول أول حاجة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ده يبقى أعلى درجات الصحة. ثم من فرد به البخاري، نمرة 2. نمرة 3 من فرد به مسلم. نمرة 4 ما كان على شرط البخاري ومسلم. وقلنا يعني ايه على شرط البخاري ومسلم. نمرة 5 ما كان على شرط البخاري. 6 ما كان على شرط مسلم. واضح كده؟ يبقى هذا هو الترتيب من حيث الأصحية. طبعا في بعض العلماء قالوا لا، ده ممكن الحديث اللي هو على شرط البخاري ومسلم ورواه الحاكم في المستدرك مثلا يبقى يقدم على من فرض به مسلم. يعني إذا روى أي مصنف من الأئمة كابن خزيمة أو كابن حبان أو كالحاكم أو الحاكم أو غيرهم حديثا على شرط البخاري ومسلم، قالوا ده يقدم على من فرض به مسلم وحده أو على من فرض به البخاري وحده مثلا. ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح. باقي شروط الصحيح اللي هي المعروفة إيه؟ أن يكون عدل تام الضبط متصل السند إلى آخره. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا، يعني شرط البخاري ومسلم، كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. زي ما قلنا بعض العلماء قال لك لا، دل على شرط البخاري ومسلم ممكن نقدمه على من فرض به مسلم وحده، وهذا مذهب الحافظ اللي هو بيذكره هذا. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا 6 أقسام تتفاوت في درجاتها في الصحة. 6 أقسام اللي احنا ذكرناهم وعديناهم على أيدينا من شوية. وثم قسم سابع، يعني ممكن يبقى في قسم سابع كمان. ايه هو؟ وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، لا على شرط البخاري ومسلم مع بعض، ولا هو على شرط البخاري بس فقط، ولا هو على شرط مسلم فقط. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. طيب إيه هنستفيد إيه من التقسيم ده؟ يعني إن إحنا نقول نقدم الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعد كده اللي انفرد به البخاري، وبعد كده اللي انفرد به مسلم، وبعد كده اللي على شرط البخاري ومسلم، وبعد كده اللي على شرط البخاري، وبعد كده اللي على شرط مسلم. هستفيد ايه من الكلام ده؟ حد يعرف؟ اذا تعارض حديثان يبقى ساعتها هنقدم الكلام ده، نشوف بقى هل الحديث ده في البخاري ولا مسلم، على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، يبقى نقدم اللي هو الاعلى. إذا تعارض حديثان يبقى هنرجح بالكلام اللي احنا قلناه ده. ده على كلام مين؟ أو على مذهب مين؟ على مذهب المحدثين، مذهب المحدثين فقط.
يبقى في تعارض عندهم يرجحوا بالكلام ده. الفقهاء بيرجحوا بالكلام ده وعندهم ايه اساليب للترجيح اخرى كثيره، يعني يرجحوا المقيد على المطلق، يرجحوا المبين على المجمل، يرجحوا العام الخاص على العام، وهكذا. عندهم اساليب للترجيح كثيره الفقهاء، يعني ممكن تصل الى 100 او تزيد، 100 مرجح. لكن اللي ذكرناه ده هو عند المحدثين فقط. يعني ربما الفقهاء يرجح أقل صحة في الحديث بالنظر إلى هذا الحديث يعني مخصص للعموم. نعم، يرجح هذا، يعني إذا كان الحديثان صحيحان، إذا كان الحديثان صحيحين يرجح. بس في واحد أكثر أو أقوى صحة من الآخر، الفقيه ممكن يأتي على الأقل صحة ده يرجحه ويأخذ به عن الصحيح. ليه؟ لأن هذا مثلا خاص وهذا عام، أو هذا مقيد وهذا مطلق، وهكذا. طيب، هل البخاري ومسلم جمع كل الصحيح؟ الحافظ ابن الصلاح بيقول إن لم يفتهم إلا أشياء يسيرة، لم يفتهما إلا أحاديث يسيرة. الإمام النووي قال له لا، البخاري ومسلم فاتهم أحاديث صحيحة كتير. فمثلا إذا نظرنا إلى مسند الإمام أحمد نجد فيه أحاديث صحيحة كثيرة جدا وليست موجودة في البخاري ولا في مسلم. والإمام البخاري نفسه كان يحفظ من الأحاديث آلافا مؤلفة، ومع هذا لم يودع في صحيحه إلا هذا القدر، 7397 حديث، مع أنه كان يحفظ من الأحاديث الصحيحة أضعاف هذا بكثير، ولكنه كان أو ألزم نفسه بألا يورد في كتابه إلا الأحاديث التي على شرطه. فمعنى هذا أن البخاري ومسلم قد فاتهم أحاديث كثيرة لم توجد في صحيحهما. الإمام النووي رضي الله عنه بيقول إيه؟ ممكن الكلام ده يتقال في الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بالإضافة للبخاري ومسلم. لو جمعنا هذه الأحاديث كلها هنلاقي فعلا لم يفتهم من الصحيح إلا الشيء اليسير. أما لو رجح قسم على ما هو فوقه، قسم احنا ذكرنا 6 أقسام أو 7، طيب ممكن نرجح القسم مثلا الخامس على القسم الثالث؟ قال لك اه ممكن. طب ازاي؟ اما لو رجح قسم على ما هو فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح، مش هنقدمه كده او نرجحه كده هكذا، لا، هيبقى فيه مقتضيات لهذا الترجيح، فانه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. زي ما قلنا ممكن احنا ذكرنا 7 درجات، ممكن اللي في الدرجة الخامسة يأتي قبل الدرجة الثالثة،
زي إيه مثلا؟ كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، حديث مشهور، في حد فاكر تعريف الحديث المشهور؟ ما رواه ثلاثة. نعم، يعني ممكن يبقى ثلاثة في طبقة وخمسة في طبقة وسبعة في طبقة، المهم إن أقل طبقة كام؟ ثلاثة رواة. لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. وكما لو كان الحديث الذي، يبقى احنا هنا قدمنا حديث رواه مسلم على حديث رواه البخاري، فده مشهور وده ايه؟ غريب او فرد. وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ممكن حديث تجده في سنن الترمذي أو سنن أبي داود وتجده من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ففي هذه الحالة نقدمه على حديث في البخاري أو مسلم أو اتفق عليه حتى البخاري ومسلم. ليه؟ لأن هذه السلسلة وصفوها بأنها أصح الأسانيد، وحتى لو لم تكن في البخاري ومسلم فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، خاصة لو الحديث اللي في البخاري ده أو في مسلم فيه راوي من العلماء اتكلموا عليه. احنا قلنا البخاري اتكلموا على 80 واحد وفي مسلم اتكلموا على 160 راوي، فممكن، فطبعا اسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر موجود مثلا عند ابي داود، واسناد في البخاري او في مسلم وفيه واحد من هؤلاء الرواه تكلم العلماء عنه، يبقى نقدم انه ايهما نقدم؟ نقدم الذي في ابي داود مثلا في سنن ابي داود ومن روايه مالك عن نافع عن ابن عمر، لأن هذا هو أصح الأسانيد كما قال. والله تعالى أعلى وأعلم. في حد عنده سؤال؟ لأنه لأن الفقهاء رأوا أنهم إذا ساروا على منهج المحدثين فسيهملون أحاديث كثيرة. هذه الأحاديث نحن غير متأكدين 100% أنها ضعيفة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، والفقهاء أيضا لهم مشاركة في علم الحديث، يعني الإمام البيهقي مثلا، الإمام البيهقي كان فقيها ومع هذا كان له باع طويل في علم الحديث وكان يروي أحاديث من طرقه هو. فالفقهاء لهم نظرة تختلف عن المحدثين، المحدث ليس له أي دعوة الحديث دوت هيؤخذ به ولا مش هيؤخذ، هينبني عليه عمل ولا مش هينبني، لا هو ملوش دعوة، الحديث ده صحيح وده ضعيف.
المحدث نفسه ممكن ما يكونش يعرف معنى الحديث اللي بيرويه، لكن الفقيه لا، الفقيه لابد أن يكون عالما بمعنى الحديث، وهل هذا الحديث يؤخذ به ولا لا، نقدمه على الحديث الفلاني ولا لا. كل هذه الأمور متوفرة عند الفقيه، لكن المحدث لا، المحدث عايز الأمور تمشي بحذافيرها. فالفقيه هيجد نفسه أنه في النهاية ما يقرب مثلا من نصف الأحاديث اللي معانا مش هياخد بيها، يبقى كده هيضيع تراث الأمة كله. وفي أحاديث ما تجدها مثلا في الكتب الخمسة، الكتب الخمسة اللي هي مثلا اللي احنا ذكرناها سواء البخاري أو مسلم بالإضافة إلى موطأ الإمام مالك، تجد بعضها يتصف بالضعف، ولكنه ضعف يسير، مش ليس ضعفا شديدا. والعلماء لهم مذهب في العمل بالحديث الضعيف، ألا يكون شديد الضعف، ألا نعتقد عند العمل به ثبوته. يعني ما تجيش تعمل بالحديث وانت معتقد أنه هو حديث صحيح 100%، وأن يكون في فضائل الأعمال، ما يكونش في باب العقيدة مثلا، ما يكونش حاجة هترتب عليها حلال وحرام، حاجة في فضائل الأعمال مثلا في الذكر، في الحديث بيأمرك مثلا بالصدقة، حديث بيأمرك بالإحسان وتجده ضعيف، ما خدش بيه، لا أخذ بيه لأنه ورد في فضائل الأعمال، بشرط أن لا يكون شديد الضعف، وألا نعتقد عند العمل به ثبوته، بالإضافة إلى أن يكون في فضائل الأعمال. أجبتك؟ وأنا هل التفرقة مولانا ممكن الفقهاء مع المحدثين يختلفون في الأحكام، نقدم الفقهاء المحدثين ليس لهم علاقة بالأحكام، لا يصدرون أحكام. ولا في المسألة مثلا المحدث يحكم بهالمسألة بحكم كذا، بناء أن أنا يحكم يذكر حكم فقهي، وإذا وجد نقدم الفقيه، نقدم كلام الفقيه. زي ما قلت المحدثين هم ليس لهم تعلق إلا بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف، زي المثال اللي ذكرناه في أول الحلقة، عندما تنازع الأوزاعي مع أبي حنيفة، الأوزاعي محدث وأبو حنيفة فقيه، فأبو حنيفة قال له ده هذا أفقه من هذا، وهذا أفقه من هذا، وهذا أفقه من هذا، فسكت الأوزاعي، يعني كأنه سلم لأبي حنيفة. نعم. يعني إذا تعارض بين الفقهاء وبين المحدثين يقدم الفقهاء على المحدثين، صح؟ نعم. هذا مذهب الإمام البخاري، أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، حتى كما ذكرنا أن له شروطا شديدة في الحديث، يعني كما قلت أنه يحفظ آلاف الأحاديث الصحيحة ومع ذلك لم يودعها في صحيح، لأن له شروطا شديدة في الأخذ بالحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.